أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في نفس الموقع اللي حكينا عنه ال 12 دونم يا أخوان، اللي مش راح نتنازل عن هذا الموقع نهائي. تمام، هذا بس طلع من البرندة بشوفه، يعني الموقع يعني بطلع من عندي من البيت بشوف إذا في حدا ببحش، إذا في كذا، إذا في رايحة في جاية، ببين يعني كل الوضع. هاي البيت هيو هناك يا أخوان. تمام. كيف حالك يا باسم؟ معنا باسم اليوم. اهلا وسهلا فيك باسم يا حبيبي. طيب اليوم احنا اخواني هيك بنقزر ماشي، فبنطلع على الاشارات، بنطلع على الامور هاي ماشي. لفت نظرنا هاي الصخره، راح اعطيكم 30 ثانيه او اكثر من 30 ثانيه كويس عشان تعرفوا ايش هي هاي الصخره. هسه بخلصوا 30 ثانيه، يلا فكروا شو هاي الصخرة وعلى ايش بتدل. هاي. طبعا انا مش مشغل التعليقات، فانتوا لحالكم خلاص فكروا لحالكم. حكينا التعليقات يا اخوان وقفناها لانه يعني في ناس كثير من قنوات ثانية قاعدين بيجونا ماشي، مش قصدا انتوا، لا في ناس كثير من قنوات ثانية بيجونا وبقعدوا يسبوا وبقعدوا يحكوا شغلات ما بعرف هو ولا وانتماء، لكن مش لهالدرجة يعني، والله لو عاملوا لهم عمل ما هو زي هيك. تمام، فهنا بعطيكم الصخره كامله تقريبا خلينا نحكي عشان تعرفوا لي ايش هي وتفكروا فيها وتعرفوا ايش الوضع تبعها. تمام، اليوم بدنا نختبر معلوماتكم ونختبر ايش انتم بتفكروا ونختبر الامور هاي. تمام، لكن اختبروا انتم يعني بدون تعليقات. حلو، الصخرة مرتبة ما عليها كلام، اشي صح الصح. طبعا احنا بنحكي قاعدين يا اخوان على قبر صخري او قبر شمسي، زي ما بدكم تسموه سموه، قبر صخري او قبر شمسي. على كل الاحوال هو يعني نفس المعنى، قبر الشمسي او قبر الصخري نفس المعنى. طيب عندي هون، بس انا ما مش عارف ايش هي صراحة، لكن في عندي رمز موجود هون، هو رمز زي رمز القبيلة، لكن لغايه الان ما عرفتش انا شو هو، لانه ما اكلوا اكل الهواء والبلاوي هاي. تمام، هاي الرمز طبعا هيك عامل من هون هيك وعامل هيك وعامل هيك ومسكر لهون، لكن شو كان مرسوم جواته الله اعلم. تمام، هل هو راس الشكل اللي موجود جوا او الى اخره، لكن الله اعلم شو كان مرسوم جواته. عندي الاشاره الثانيه تمام، اللي ممكن اخذها من الصخره عشان اعرف انها قبر ولا لا. طبعا اللي موجود هنا ذكر. تمام، اللي موجود ذكر. البدايه انه صخره مجوفه. تمام، تجويف للصخره. عندي هذا الطالع اللي هون بدل انه هو ذكر. تمام، عندي هذا اللي طالع من هون بدل انه هو ذكر. تمام، هسه راح تضحكوا راح تقولوا لي طب شو ذكر ما ذكر مش عارف ايش. اخوان هاي الاشاره شو اسوي لكم شو اعمل لكم؟ مش انت ذكر السنه ابو شنب طلع ذكر. تذكروا القبر الصخري اللي جينا حكينا عنه انثى شو كان عليه؟ قلوب حب. تمام، هذا شو بده يكون عليه؟ تمام، اذا في عندي تجويف داخل الصخره، تجويف داخل الصخرة ماشي. المدفون هنا ذكر مش أنثى. تمام، الشكل تبعه الرأس هيو هون. تمام، انحناء الجسم زائد الإجرين يا أخوان، هاي الإجر، يعني عندي الرأس هون انحناء الجسم. تمام، الإجرين بتوصل هون بعدين بتنزل تحت بهالطريقة هاي. طبعا كيف يكونوا نايمين؟ هم بيكونوا نايمين على جنبهم ومثنين اجريهم، يعني اجريهم مثنيه. تمام، حتى تقدروا انكم تلاحظوا حتى على التصوير ممكن يختلف شويه يعني يبين معانا. تمام، هاي الجسم هاي الاجر هيك. تمام، وهي اللي هو الجذع تبع الجسم ماشي، والراس هون موجود. اذا صار في عندنا قبر صخري يا اخوان. تمام، نشكر طبعا كل اللي حكوا والكل اللي فكروا انه هو قبر صخري، بنشكرهم وبنقول لهم انتم صح. تمام، قبر صخري بنعمل هذا طبعا لواحد اهله غنيين، بجوز هذا صغير الشاب اللي هون اهله غنيين، بنعمل الشغل هذا
عشان انه يعني معاهم مصاري بصرفوا. كيف احنا عندنا القبور اللي قبره اللي معاه مصاري بيعملوا له فيلا جوا القبر، تمام؟ صباح لما دفنوه حطوا معها شاشة LCD LED حتى، تمام؟ وغرفة نوم وكتب وهذا تليفون، حطوا معها تليفون، تمام؟ اذا معاها مصاري فحطوا لها اشي مرتب. طيب هي كانت غنية ماشي، واللي بيحبوها كثار، ومش عارف شو كانت تغني. على كل الأحوال يا اخوان، هذا القبر الصخري ماشي مرتب، عليه رمزية لكن أنا مش عارف شو هي، لكن في عندي تفصيل لداخل القبر. الشغلة اللي بنحكي لكم إياها، اليوم إحنا بنمشي في المكان، يعني إحنا شفنا إشارات، صورنا إشارات، لكن بنمشي في المكان ماشي. اليوم إحنا بنشوف صخرة زي هاي ويمر عليها مرور الكرام، بنقول هاي ما فيها شيء، شو هاي الصخرة، شو الإشارة هاي؟ طب والله هون في سيال، هذا السيال بودي على كذا. طبعا أعطوكوا تمويه، أعطوكوا شغل عشان أنتوا ما تعرفوش، قالوا لكم السيال هذا وكذا 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 وكذا، وبروح باتجاه ثاني وبتلاقوا حالك ورحتوا على مكان ثاني، تمام؟ لكن فيها شغل، فيها تعب ماشي. عشان التعب هذا ما يروحش عليهم حطوا لكم اشارات تمويهيه، لكن الرمزيه هاي لغايه الان انا مش عارف شو هي، ان شاء الله انا راح اعرف شو هي. احنا هيك يا اخوان شغلنا ماشي، ومشينا ماشي، كيف بنتعرف على الاشارات، كيف بنعرف الاشارات، كيف بنعرف الشغل تبعهن، تمام؟ يعني عندي هاي الإشارة مثلا، إشارة تشكيل المغارة، عندي هاي نفس الشكل الداخلي تبع المغارة، لكن بدي أعتبر هذا الحجر، مش راح أقدر أعتبره متحرك يعني، تمام؟ ممكن نشوف الشغل هون، الشغل هون حلو، دقيق. الشغل هون حلو، طلع وين جاي الجرن؟ في النص. طلعوا يا إخوان، شايفين الجرن وين جاي؟ المنطقة البارزة تبعت الصخرة، في منطقة بارزة في النص وفي نصها جرن، تمام؟ إذا عندي إشي سطحي هون، عندي إشي سطحي، طالعوا حلو والله، هاي هيك تشكيل وداخلها جرن تثبيت، تمام؟ على الصخرة معاها إشارة تشكيل المغارة، طلعوا البصمات وين، تمام؟ طلعوا البصمات وين؟ طلعوا البصمة هاي، البصمة هاي، هاي تشكيل المغارة، إذا المغارة سطحية، هاي الزاوية القائمة اللي حكينا عنها في كل مرة، تشكيل مغارة صحيح 100%، هاي جرن تثبيت ماشي، يعني هيك شفتوا كيف احنا بناخذ الإشارات وكيف بناخذ الأمور هاي والعلامات وهذا، إذا في عندي شغل، الشغل راح يكون من توجيه الجرن في هذا الاتجاه، تمام؟ الشغل راح يكون من هون، من هاي المنطقة، هاي الصخرة والله العلي منها بتنشال وهاي بتنشال، تمام؟ دقيقة خلينا نشوف هون مش واضح معي، تمام؟ إذا هون الشغل أخوان شايفينه، هاي إن شاء الله بلكي إذا جبت عدة عشان أصور لكم إياها كيف لو بس نفتح هاي المنطقة. شفتوا كيف الشغل يا أخوان؟ كيف إحنا بنلاقي الإشارة؟ أنا إشارة تجف ثاني. هاي تشكيل، لا هاي اتجاه مغارة ثانية ماشي. طلع كيف شغلهم، يعني كيف باقين يشتغلوا هالشغل هذا؟ احنا بنجيب هلتي عشان نكسر صخرة بنقعد 4 ساعات احنا مش عارفين نسويها، هون بنحت ونحت الصخر. طلع هاي الرمزية، طلع المربع هذا، طلع الجرن وين جاي، البصمة تبعته شايفينه، تثبيت لأي شيء حلو مرتب. هذا نفس الشغل هون، نفس الشغل اللي من هناك، يعني من هون او من هناك نفس الشغل، شايفين هاي نزول السيال مع الاشاره، حلو كثير. شفتوا يا اخوان كيف احنا بنلاقي الاشارات، شو الشغل اللي احنا بنشتغله عشان نلاقي الاشارات ونلاقي المعلومات هاي اللي عندنا موجوده على ارض الواقع يا اخوان. هاي والله العليم عاملينها زي المصيده لكن بتنشال بكل سهوله يعني، تمام؟ ده واحد طلع من فوق دزها بتطلع. هاي فوقها منطقة فوقها، تمام؟ هنا ما فيش عليها شيء، هاي صخور متحركة. طلع إشارة اللجف محلة، طلع تقطع، كيف هاي واحدة طلع هاي كيف جاية، شو الطريقة اللي جاية فيها دخولا من هون وهون، طلع إشارة اللجف محلة، هاي إشارة اللجف حلوة جدا، طلع كيف
في عندي مكان حفر لكن في عندي عمق هنا، في عنده عمق لازم انزل عمق عشان اقدر اعرف وين العمق هذا عشان يوصلني للغرفة عشان يوصلني للقبر. تمام، هاي مربط شايفينه، شايفين المربط وين جاي، هاي هون هي. شايفين المربط وين، حلوة حلوة يا اخوان، هواية حلوة. تمام، لكن مش هاجس، مش نحطها في بالنا احنا 24 ساعة في هالموضوع هذا، في ناس بتشتغل بتترزق الى اخره. تمام، شو يهتم في ضربات بيوت الواحد، اصير طلع على المصرف وفكروا جرن. تمام، شفتوا كيف احنا بنلاقي الاشارات يا اخوان، قبر صخري على باب مغارة على لجف على مش عارف ايش، مليون قصة. طيب اينو ايش فيه هون، طلع هي كمان لجف، شايفين هي كمان لجف، لاجف من هون ولاجف من هون، اشارة تثبيتية للجف. تمام، نشكركم على المتابعة واهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس، شكرا لكم جميعا.